اهلا بكم مشاهدينا من جديد ومتابعين في حلقتنا، لكن هذه المره مع الثقافه والكتب والتفاصيل مع خلود وساميه من جده. شكرا لك يا رنيم. بالفعل مشاهدي الكرام، احتفت أمس الأول مدينة جدة بحدث ثقافي كبير، حيث دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مكتبة الملك فهد العامة، وكان هذا التدشين بحفاوة كبيرة من القائمين على هذا الصرح الكبير. التدشين أضاف ردة ثقافية على مدينة جدة من خلال هذا الصرح المميز، والذي يعتبر كنافذة للعلوم. كاميرا سيدتي كانت هناك مشاهدينا، نتابع التقرير هذا مع بعض ونرجع لكم. أخيرا وبعد سنوات من الانتظار، آن لحروف الثقافة والعلم والأدب والتي تتواجد على رفوف مكتبة الملك فهد العامة في جدة أن تنساب نحو مرحلة جديدة تلامس فيها جيلا من المتعطشين والباحثين عن متعة البحث والقراءة، في صرح عملاق دشنه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة. الحقيقة افتتاح يعني طالما انتظرناها فترة طويلة جدا، فالمكتبة هي هدية للجميع، وأنا بعتبرها هدية مش بس لأهالي جدا، المملكة العربية السعودية كلها، لكل المدن السعودية. مكتبة أنا معاصرتها يعني من أول ما بدأت فكرة تأسيسها، وصراحة أنا فخورة جدا. واليوم يعني أتوقع طبعا قسم الأطفال رائع، من ناحية الديكور، من ناحية الكتب اللي موجودة. اطلعت على الكتب اللي موجودة في قسم الأطفال، وحقيقة من آخر الكتب في دور النشر العربية جميعا على مستوى العالم العربي. المكتبة جدا رائعة، كأطفال يقدروا يمارسوا عملية القراءة، ويعني ممتعة. يعني كون إنه يكون عندنا مكان زي كده في جدة، أنا أقول لك إنه يعني إحنا فرحانين. المكتبة التي حضر افتتاحها أيضا معالي وزير الثقافة والإعلام دكتور عبد العزيز خوجة، وجمع كبير من المسؤولين في جامعة الملك عبد العزيز، احتوت على أقسام عديدة ومنطقة بحث إلكترونية عبر الإنترنت وغرف للتدريب، بالإضافة إلى ملتقى ثقافي مميز ومكتبة خاصة بالسيدات مجهزة بطريقة متطورة وعصرية. مكتبة المرأة مكتبة متخصصة في عالم المرأة، طبعا هي علامة فارقة في مكتبة الملك فهد العامة ونقطة تميز فيها، لأنه ما لها مثيل يعني في أي مكان. طبعا فيها كتب تحتوي على عديد من الكتب والمجلات، طبعا كلها غالبا تدور على اهتمامات وميول المرأة. طبعا صح اللي يشوف الكتب يقول ما هي مرة كثير، بس عندنا اللي هو قواعد بيانات فيها طبعا آلاف الكتب والمجلات الخاصة باهتمامات المرأة. المكفوفين بصريا كان لهم أيضا نصيب من خلال قسم يتعامل بلغة برايت، جاء بالتعاون بين المكتبة وجمعية إبصار، بينما تتوفر خدمات عديدة توفرها المكتبة والتي تتعامل بآخر مستجدات التقنية العالمية. لبرنامج سيدتي صبري بايسير جدة. مشاهدينا الكرام، احنا شفنا التقرير واكيد حدث بهذه الأهمية لازم نتكلم عنه من خلال منبر سيدتي، واعتقد هذه المكتبة لها الكثير من الفوائد. يمكن احنا عندنا ما في ذاك العدد الكبير من المكاتب، لكن وجود هذه المكتبة مهم جدا للمجتمع بشكل عام. احنا حابين نتكلم اكثر عن هذا الحدث من خلال ضيفتنا بالاستوديو، وهي الاستاذة هناء حسنين، وهي تشغل مساعد المدير التنفيذي للمكتبة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حياك الله. يا اهلا وسهلا. اول شيء اهنيكي، ويعني نهني انفسنا بوجود هذه المكتبة. او بس السؤال بصراحة اللي بيدور بذهني، ليش تأخرت كل هذه السنوات؟ هذا طبعا السؤال اللي بطروها علينا دائما. يعني بصراحة يعني هي المكتبة يعني عانت من كثير من المشاكل، وإحنا يمكن كنا نعرف موقعها سابقا، كان في شارع فلسطين، وانتقل الموقع إلى حرم الجامع، جامعة الملك عبد العزيز. يعني أنا بحاول باختصار لأن الموضوع شرحه يطول، لكن على عجالة يعني الأرض اللي خصصت يعني الموقوفة لهذه المكتبة يعني بالغلط راحت إلى جهة أخرى، فما صار عندها ميزانية مخصصة، لكن بفضل الله إنها الآن يعني تحت إدارة الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز،
ويعني كانت الاستعدادات على قدم وساق، واحنا يعني كان التدشين يعني على شرف صاحب سمو الملك الامير مشعل، وهنيئا لاهل جده، مبارك لاهل جده تحقيقهم الحلم يعني اللي فعلا استنيناه كثير. بدات يعني التشغيل فعلا كان مبني على دراسات وجهات استشاريه متخصصه، يعني الان احنا في عصر الانفتاح يعني، فكان لابد ان احنا نتعاون مع جهات عالميه ومحليه لنوجد يعني مكتبه غير تقليديه. فعلا مكتبه الملك فهد الان تطرح يعني مفهوم عصري جديد للمكتبات. تعاوننا مع شركه سنغافوريه، ويعني كانوا يجون الى يعني الى موقع المكتبه، ويعني الى ان وصلنا الى تصور جميل. يعني انا اتوقع التقرير غطى يعني، وان شاء الله يعني الجميع يزورنا يعني ويقدر يطلع على هذه التفاصيل اكثر. كل مكتبه زي ما احنا عارفين فيها اقسام، فممكن تعرفينا بشكل مختصر على اقسام مكتبه الملك فهد؟ جميل. يعني المكتبه يعني انا زي ما قلت طرحت مفهوم جديد، من اهمها انه احنا طرحنا قسم خاص للشباب. مكتبه متخصصه للشباب، تحتوي يعني على جميع اهتماماتهم، اتكلم على الكتب يعني اهتماماتهم من تطوير ذات، من يعني جميع الكتب اللي تهتم بميول وتغذي يعني فكر الشباب متوفره لنا. وفي اضافه كمان عندنا في مكتبه الشباب يعني خصوصا انه متوفر بها كافي شوب، مسموح ان الشباب يعني في كافي اريا انه ياكلوا يعني. عموما في المكتبات العامه ممنوع الاكل او ممنوع حتى الصوت العالي، لكن مكتبه الشباب احنا نبغاهم ينطلقوا ويعبروا عن رايهم، يكونوا يعني تكون انطلاقه لهم يعني لفكر وطرح ارائهم ومقترحاتهم. في اقسام كثيره عندنا غير مكتبه الشباب، اهتمينا بفئه قد تكون الاولى. انا حستوقفك عشان تكلمنا على اقسام المكتبه طبعا. لكن اسمحيني، انا عجبني فكره انه انتم مش عاملين المكتبه مجرد مكتبه او فكره مكتبه لوحدها، هي انتم عاملين كافي شوب، وتهيالي اخذتوا هذا من نماذج خارجيه. تمام. يعني في كثير يعني من المكاتب كانت تجربه سنغافوريه فعلا. بالضبط زي ما قلتي تجربه سنغافوريه، وتشز انه كان الشيء ده جيد لانه مش بيحسس القارئ بالملل والى اخره. حنتوقف شويه عن القسم اللي يهمنا. تمام. المرأة والأسرة، حدثينا عن هذا الجانب. تمام. من الأقسام الأخرى اللي احنا يعني اهتمينا بها هي قسم الطفل، مكتبة الطفل ومكتبة المرأة. هتكلم عنها بالتفصيل، لكن هذكر على السريع الأقسام الأخرى. هي عندنا مكتبة رئيسية ومراجع، مكتبة خاصة للمكفوفين ذوي الإعاقات البصرية، كتب برايل زي ما شفنا في التقرير. مكتبة الوسائط المتعددة برضو ممكن نتكلم عنها بالتفصيل. حنرجع تاني لمكتبة المرأة. هو مبنى دائم، يعني المبنى يعني هو مبنى ضخم فعلا، متكون من 3 مباني. طيب. في مبنى مخصص، مبنى دائري على شكل دائري مخصص للمرأة والطفل. ما يميزه يعني، او احنا يمكن شفنا في التقرير هذا الشيء، عملنا ميزه انه يعني هذا المبنى فيه خصوصيه تامه للام والطفل والسيدات بشكل عام. لحظه، يعني انتم عاملين هذا القسم عباره عن قسم للسيدات، انه السيده تقدر مثلا، سوري خليني اتكلم بصراحه، تكون من غير عبايتها وتجلس وتقرا؟ تماما تماما. هذا المبنى يعني مخصص فقط للاطفال والامهات والسيدات، مفتوح خلال الايام كلها يعني. عظيم. خلال الايام كلها، باقي الاقسام بتكون ايام رجال وايام سيدات، لكن هذا متاح للسيدات والاطفال خلال الاسبوع كله. طيب كل مكتبه فيه اكيد يكون فيها مثلا مجموعه كتب نادره، فهل في مكتبه الملك فهد مثلا مجموعه نادره من الكتب تميزها؟ حقيقي احنا اهتمينا بالكتاب الورقي، سواء باللغه العربيه والانجليزيه يعني، واهتمينا انها تغطي جميع الموضوعات والمعارف العامة، يعني من خلال سواء ديانات أو آداب أو تاريخ أو جغرافيا أو فلسفة علم النفس، في كل الأقسام يعني. حتى في مكتبة الطفل حنلاقي هذه المواضيع، في مكتبة الشباب حنلاقي هذه المواضيع. اهتمينا أن احنا ننتقي الكتب بعناية جدا يعني، وتكون حديثة يعني. الآن احنا يعني كنا في بنطرح شيء في عصر المنافسة، الآن التقنية يعني أنا بحط منافسة شديدة الآن بين أنه أطرح كتاب جيد في عصر العولمة. فالمكتبة يعني تعاونت مع دور نشر يعني عربية جيدة، غذينا المكتبة بأفضل الكتب العصرية، حوالي عندنا يمكن 80,000 كتاب،
لكن ما اكتفينا بهذا الشيء طبعا، احنا عندنا قواعد بيانات تتيح للمستفيدين ان هم يوصلوا يعني لاكبر عدد ممكن من الكتب من خلال الاجهزه الموجوده عندنا. طيب كيف بتفعلوا دور المكتبه؟ يعني كونه الان احنا بنتكلم انه في برامج حتقدموها من خلال تمام المكتبه. تمام. فعلا البرامج والفعاليات هي نقطه اللي احنا بنحاول نجذب بيها الجمهور. من خلال البرامج تجذبه لأنه الجمهور أو الناس عموما مش نشيطة قراءة بموضوع القراءة أو بمجال القراءة، غير قارئة. يعني أنا ما حقدر أقول كذا، يعني يمكن زمان كنت هذه الحقيقة. لا أنا أقول لك شيء، أنا إحنا زمان كنت أقول كذا، لكن الآن المجتمع منفتح والقراءة صارت متاحة للجميع من خلال أنا في مكاني أقدر أقرأ يعني. فالقراءة ليست محصورة على كتاب، أوكي؟ لكن إحنا بنقول إحنا بنوصل المعرفة من خلال المتعة. على سبيل المثال حيكون عندنا برامج للطفل. انا للطفل بالنسبه لي هو النواه اللي انا حبدا منها، انا بكون جيل قارئ، اوكي؟ فممكن يكون عندنا احتفاليه مثلا باليوم العالمي للكتاب، احتفاليه باليوم الوطني. جميع الانشطه والفعاليات تتكلم عن هذا الموضوع من خلال الكتب، من خلال القصص. اقرأ قصة للطفل عن الوطن من خلال الأنشطة والفعاليات. نفس الشيء الشباب، عامل لهم مسابقات، عامل لهم نادي كتاب. يعني نتيح المكتبة بحيث تكون نقطة جذب للحوار والنقاش ويعني يعني لالتقاء الفكر. يعني احنا حتى شعارنا معرفه ابداع تواصل، انا ابغى الناس فعلا من خلال الكتب يكون والله احنا بكل الاحوال احنا عندنا الكثير عن هذا الموضوع، لكن يعني حدث يعني زي هذا لازم نتكلم عنه اكثر واكثر، لكن ان شاء الله في حلقات اخرى من سيدتي. شكرا لك استاذ في الفاضله، شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقره ما زال فقره من سيدتي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، الخوف عند الأطفال كيف تتعاملين معه؟